جيم الاولى كان لفاتحه رابعه الف خارج يبدا حذف اجابتين سيلين الاولى فيها سي اي اي والثانيه سي اي اي الاخيره اجابه صحيحه يا سلام اجابه صحيحه الاخيره تحيه سيلين ايوه هاي التصريح اجابه صحيحه تفضل جغرافيا رقم الرابع عشر سؤالهم على النحو الآتي أكبر دولة مساحة في العالم هي الهند الولايات المتحدة روسيا الصين يا سلام تمام أنشطة مديرية التربية والتعليم العالي لهذا العام نلتقي اليوم لتنفيذ نشاط تربوي ثقافي علمي متعدد الأهداف يجمع مجموعة من مدارس المحافظة وتحديدا أربع مدارس. هذه الأربع مدارس تمثل أربع مناطق تعليمية في المحافظة تم تمثيل كل منطقة تعليمية بمدرسة واحدة لتشارك في هذه المسابقة حيث تمثلت كل مدرسة بمعلم وطالب لكي يقوموا لينفذوا هذا النشاط. والهدف الأساسي من هذا اللقاء ومن هذه المسابقة هو إحداث حراك تربوي ما بين الطلبة وإيجاد روح من التنافس الإيجابي كما تضمن تبادل الخبرات فيما بينهم وكسر بعض الحواجز التي تحول دون الطالب وقدرته على التعبير عما يدور في خلجه بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المجالات الثقافية والدينية والوطنية والعلمية والطبية. أشكر زملائي المشرفين ولجان مباحث التربية الإسلامية على التخطيط لهذا اللقاء الذي يعتبر إنجازاً تربوياً.